إذا لم نفتخر فمن ذا الذي يفتخر؟ وإذا لم نفرح ونقيم الاحتفالات فمن يقيم الاحتفالات ويفرح؟ نعم، إن الفرح والسرور والافتخار والفخر يبدأ من مملكتنا العظمى. ولماذا نقول عظمى أيها الشباب؟ لأنها عظيمة باسمها ومسماها. كيف لا تكون عظيمة وهي من احتضنت الإسلام ومنها خرج الإسلام وفيها الحرمين الشريفين؟ كيف لا تكون عظيمة وهي قاربت 300 عام من عمرها؟ نعم، هي مملكة العراقة والأصالة والتقاليد، وقبل كل هذا مملكة السلام والإسلام، المملكة العربية السعودية العظمى. كيف لا تكون بلادي عظيمة وقد رزقها الله سبحانه وتعالى كل مقومات العظمة، حتى أنه اختارها قبلة للإسلام والمسلمين؟ نعم، نحن قبلة للإسلام والمسلمين، بل قبلة للعالم، لأن العالم توجه إلينا. وما نالته هذه المملكة من عظمة بعد الله سبحانه وتعالى يعود الفضل فيها إلى الرجال العظماء، فعظمة هذه الدولة من عظمة رجالها. نعم، آل سعود حكامنا وولاة أمرنا هم بعد الله سبحانه وتعالى سبب هذا الخير وسبب هذا الأمن وسبب هذا الرخاء. بهم نرفع رؤوسنا إلى الأعلى ونقول أدامكم الله عزا لنا، أدامهم الله عزا للإسلام والمسلمين. ولا زال الله سبحانه وتعالى يمن علينا في هذا البلد الكريم بالخيرات، ومن أكبر الخيرات التي تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى وجود قائدنا وأبينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وابنه أمير الشباب صاحب الرؤية الملهم، الرجل الذي غير وغير الكثير، وليس في وطننا بل في العالم أجمع، قلب البوصلة وغير الموازين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. فخامة اسمك كافية. حين نقول محمد بن سلمان فنحن نقول الفخر ونقول العزة والطموح والنظر إلى المستقبل. نعم يا سيدي، خلفك نسير مستبشرين بقادم من الأيام أجمل مما مضى. أدامك الله يا سيدي عزا لهذه البلد ولمواطنيها. ونقول كلمتنا الأخيرة، الحكم لله ثم الآل سعود. 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 يمكن يعتقد البعض فيكم أن الكلمة هذه مرتبة وكاتبها من كم يوم، تراها وليدة اللحظة وطلعت من القلب على اللسان، وإذا بقيت تعبر بنفس هذا التعبير اعرف عظمة ومكانة وطنك والكلمات راح تكون سهلة وتطلع معك. سلام.